فكرة جديدة على علي أنا وعلى الفلاحين ككل. كانت فكرة جديدة، بدينا تكلنا على ربي، زرعنا العام الأول مدت نتائج، العام الثاني مدت نتائج أحسن، العام الثالث أفضل. وفي يعني الشيء اللي لاحظناه أنها اقتصادية في الماء، الروندمون نفس الروندمون مع الطرق التقليدية، إيه اللي موالفين نزرعوها جابت لنا نفس الروندمون، وإنما هذه اقتصادية في الماء، وكوننا طبقة من التربة ولات عندنا طبقة خصبة. لاحظتها في 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 التجربة من حيث السقي بالساقي، التيرة اللي مخدومة بالبذر المباشر كانت عندها ايه ما خلاتش الماء ينجر في يدي التربة. اما اللي مخدومة بالكوفر كروب وهذيك يلحق ليها الماء يدي التراب. احنا خدمناها 3 سنين فاتوا، جربنا العام الاول زي، العام الزوج خير، والعام الثالث خير منهم في زوج. بالنسبه للزراعه التقليديه تاعنا كي نحرثوا بلاصه نحرثوها السنه، الى عودتها العام الجاي تيقن باللي 30-40% اللور، العام الثالث اطبع باللي 50% اللور، يعني هذه زايده لقدام في نفس التيره. وهذيك لو كانت عندها نفس التيره وتعودها كل عام، هذيك راجعة وهذي طالعة، فهمتني كيفاش؟ وفي الشراب هذي خلنا نزقو قاع بالرش، هذي تريبوندي ثم، هذيك لو كان ما ترواش مليح ما تريبونديش. أنا بالنسبة لي أول تجربة للزراعة الحافظة، حقه يقال والله غير عجبتني بالنسبة لذلك الإنبات نتاعها، هذه في البيت زربت نبتتها قبل الأخرى، وكنوا اللي قذاك نشوفوا حتى الفايدة نتاعها. أنا ما عنديش تراكتور، هاني في يد قذاك الله يبارك مليون تاع الحرف فيكس كوبر كوب، وتتبيع قذاك تبطل مشاغلة وتتبعهم للتراكتور وحرف لي. جبنا السميري هذا الله يبارك، ساعتين زرعنا مكملين بانقريها بقمحة خير كبير. والله غير نفكر فيها تاع التريتيكال هذا، قلنا قال ذاك كاينين حبابنا فلاحين، قال ذاك ليش نعطيهم قال ذاك 50 كيلو ولا واش كان يزرعوه ان شاء الله. الاولى قال هذاك نعتبروه تكثيف، الثانيه قال هذاك فيه تبن الناس توكل بها دبايبها، قال هذاك تنفع بها اللي جوايه وكل اجر ومنفعه كما يقول. سواء قال هذاك الغلم ولا ملا قال ذاك يقدر يقلب على الحصيده شويه، تعود عنده الماكله يقدر يحافظ على الحصيده نتاعو ما يحمرهاش. احنا كنا نخدموها حرث كوفري زرع كلش، دوكا جابونا لو سومي ديريكت هذا، لقيناه بلي اكتوالمون يكون عنده صدر ينفي بان غران غان في لو طون اي في لارجون. لا بروميير فوا نشوف هنا في الارض نتاعي الفوراج كيما هكا، رانا ما عندنا اوكين ايدي اي اوكين اكسبيريونس باش هذه اول مره نشوفوها. ابارامون الشيء اللي نشوفوا فيه دوك احنا ما عندنا، ما نقدروش نديروا ان كومباريزون مع الشيء اللي فات، مش كيما لي سيريال باسكو كنا نديروهم. انا نشوف فيها بلي سي كيلك شوز ديكسترا اوردينار، ولي بينيفيس نتاع لو فير هذا اي سور لو روندمون تاعنا حنايا، ولا سور لي بات تاعنا حنا، ولا سور لا تير كي فا سادير اميناجي لا تير وتعطينا اون كونديسيون فافورابل العام الجاي باش نزيدو نعاودو نزرعوها. التجربة هذه استفدنا منها قدام حاجة، أولا أننا راح نحافظوا على الغطاء النباتي تاعنا، وراح نحافظوا مثلا على التغذية بالنسبة للغنم ولا الأنعام تاعنا. لان كنا وقت فات نقولوا مثلا نزرعوا في العطيل، فيها حشائش هكذا، فيها حشائش منا ومنا بصح ماهيش نافعه، بينما هذه الخلائط
تريتيكال جلبانه ولا جلبانه راح توفر لنا اعلاف وتوفر لنا مراعي باش ترعى الاغنام.